طيب شباب، المحاضرة الماضية كنا بلشنا نتكلم عن إنه how to generate الـ FM signals، وبدأنا بإنه how to generate الـ narrow band FM signals، وزي ما هو مبين عندنا هون اشتقينا المعادلة اللي بتمثل الـ narrow band FM، ومن هاي المعادلة بنينا الـ FM generator اللي هو بشكل أساسي الـ main block فيه هو الـ integrator. ماشي، هلأ نيجي على الـ generation of wide band FM signals. الـ wide band اللي هي زي ما مرينا بالمادة إنه قيمة البيتا بتكون كبيرة، أو مفيش عندي restriction على قيم البيتا أنها تكون صغيرة. طيب عشان نعمل generation للـ wide band FM في عندي two methods. أوكي، الطريقة الأولى اللي هي direct method، وبهاي الطريقة إنه بالدايركت ميثود نستخدم اللي هو اللي بنسميه الفولتج كنترولد اوسيليتر. ففي الفولتج كنترولد اوسيليتر بدخل عندي على الانبوت سايد اللي هي المسج سيجنال اف اوف تي، وعلى الاوتبوت بيكون عندي ساينوسويد. الفريكوانسي لهذا الساينوسويد بيتناسب مع الانبوت فولتج. اوكي، فكل ما زادت قيمة المسج سيجنال اف اوف تي بزيد عندي قيمة الفريكونسي بالأوسيليتر. اوكي، وهذا هو بالضبط اللي بيصير هذا هو يعني الشيء اللي بيصير فعليا بالاف ام سيجنالز. عندي كل ما زادت قيمة الانبوت مسج بزيد الفريكونسي، وكل ما قلت الاف اوف تي بتقل الفريكونسي للساينوسويد. اوكي، طبعا السيركت اللي بتعملي دايركت جنريشن للاف ام سيجنالز عندي هون على الانبوت سايد بحط اللي هي المسج سيجنال. هون في عندي تو كاباسيتورز سي في وسي نود، وعندي هون وان اندكتور اللي هو النود. ماشي، ف عندنا هون السي صب في بتساوي سي نود بلس كي نود في الاف اوف تي. ففعلا عندنا انه الكاباسيتور سي في قيمته تتناسب طردي مع قيمة المسج سيجنال. فلما بتكون عندي الـ F of T بتساوي صفر هون، يعني فعليا ما في عندي modulation، فالـ output الـ frequency اللي بتكون للـ tuned circuit بتكون اللي هي 1 على 2 pi جذر الـ node C node. ماشي، إذا في عندي اللي هو الـ FC، فإذا ما في عندي input signal هون بتكون الـ output الـ output signal هون بتكون عبارة عن cosine signal الـ frequency إلها FC. أوكي، طيب إذا كانت عندي الـ F of T مش صفر، فإنه الـ output signal أو الـ output sinusoid الـ frequency إلها بيكون اللي هو بنسميه F sub I. فإذا لأي قيمة من الـ input message signal الـ output frequency للسينوسويد بتكون كالتالي، اللي هو 1 على 2 باي جذر الـ node مضروب في C node plus K node F of T. ماشي، أو اللي هي هاي العلاقة. فبصير عندنا الـ output output frequency للسينوسويد في أي لحظة هو عبارة عن الـ FC مقسومة على جذر 1 plus K node على C node في الـ F of T. ففعلياً إنه عندي الـ output frequency يتناسب مع اللي هو الـ input message signal. أوكي، طبعا هو في عندنا بعض الاسامبشنز، عملنا بعض الاسامبشنز عشان نطلع نعمل سم ابروكسيميشنز. الابروكسيميشن النهائي كمان اللي هو يربط لي بين الاوتبوت فريكوانسي للساينوسويد، بيربط لي اياه بالانبوت مسج سيجنال
اللي هو بهذه المعادلة. فالفريكونسي للساينوسويد في أي لحظة هو عبارة عن الاف سي في 1 - نص كي نود اس نود في الاف اوف تي. فهاي هي المعادلة، خلينا نقول المعادلة النهائية اللي انت بتستخدمها اذا بدك تشوف شو علاقة الاوتبوت فريكونسي بالانبوت مسج سيجنال باللي هو الدايركت اف ام جنريتور. هاي اذا الطريقة الاولى بالجنريشن للاف ام سيجنالز اللي هي قلنا الدايركت ميثود اللي هي حسب السيركت هاي تربط لي مباشرة بين الانبوت مسج سيجنال والاوتبوت فريكونسي اوف ذا ساينوسويد. هلا في عندي الطريقة الثانية، قبل ما نجي على الطريقة الثانية بنلاحظ هون انه اذا كانت الاف اوف تي بتساوي صفر يعني ما في عندي موديوليشن اصلا، يعني فبهاي الحالة بيكون الاوتبوت فريكونسي بيساوي ايش؟ بيساوي الاف سب سي، فاللي هي بتكون الفريكونسي للكارير. اوكي طيب اذا هذا بالنسبه للطريقه الاولى في الجنريشن اوف اف ام سيجنالز اللي سميناها دايركت ميثود. هلا عندي الطريقه الثانيه فور جنريتنج الاف ام سيجنالز اللي هي بنسميها اندايركت ميثود. والاندايركت ميثود من اسمها ما بتعمل لي جنريشن للاف ام سيجنالز مباشره، وانما بتمر مرحلتين. المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى إنه تعمل جنريشن لنارو باند اف ام سيجنال، ماشي، والمرحلة الثانية إنه بتحول النارو باند اف ام سيجنال تحولها لوايد باند اف ام سيجنال. اوكي فهاي هي إذا بالنسبة للإندايركت ميثود. فعندي هون حسب هذا البلوك دايجرام عندي الإندايركت ميثود، هي هون عندي على الانبوت بتيجيني الانبوت، عند الانبوت عفوا بتيجيني المسج سيجنال اللي هي الاف اوف تي. هلا الاف اوف تي منها بعمل جنريشن ل نارو باند اف ام سيجنال، اذا هاي المرحله الاولى عمل جنريشن لنارو باند اف ام. بعدين بعد ما عمل جنريشن لنارو باند اف ام بدخل النارو باند اف ام سيجنال على شيء اسمه فريكونسي مالتيبلاير. هذا الفريكونسي مالتيبلاير الاوردر له ان، ماشي. هلا الاوتبوت من الفريكونسي مالتيبلاير بيكون عباره عن وايد باند اف ام سيجنال. اذا هون بالمرحله الاولى هون عندي نارو باند اف ام سيجنال، لكن هون بس ادخل نارو باند سيجنال على فريكونسي مالتيبلاير اللي بيطلع من هون بيكون هو عبارة عن وايد باند اف ام سيجنال. اوكي طبعا هذا على الاوتبوت للفريكونسي مالتيبلاير. هلا في هون شغلة رح نشوف بعدين ليش بنستخدمها اللي هي فريكونسي كونفرجن. فريكونسي كونفرجن اللي هو بندخل الوايد باند سيجنال على ميكسر، على يعني لوكال، يعني نضرب الوايد باند سيجنال ب ساينوسويد. اوكي وبعدين الاوتبوت بندخله على باند باس فلتر. هاي رح نجيها ونبين ليش بنسويها. فاذا هذا هو الاندايركت ميثود فور جنريتنج الاف ام سيجنالز. اذا اول شيء بنعمل جنريشن لنارو باند اف ام سيجنال، بعدين بندخل النارو باند اف ام سيجنال على فريكونسي مالتيبلاير، وبنعمل جنريشن للوايد باند اف ام سيجنال. اوكي طيب هلا الفريكوانسي مالتيبلاير فعليا هو ايش؟ الفريكوانسي مالتيبلاير جواته هو عباره عن تو بلوكس جواته. البلوك الاول هو نون لينير ديفايس. نون لينير ديفايس بترفع لي الانبوت سيجنال ل باور ان، بعدين الاوتبوت من النون لينير ديفايس بندخله على باند باس فلتر. فهذول مع بعض بشكلوا لي الفريكونسي مالتيبلاير. اوكي فلو فرضنا عندي الانبوت سيجنال للفريكونسي مالتيبلاير اسمها اي سب اي اوف تي، فالاي اوت اوف تي اللي طالعه من النون لينير ديفايس علاقتها بالانبوت هي اي كونستنت معين مضروب في الانبوت سيجنال مرفوع على الباور ان، ماشي.
فإذا كانت الـ input signal هي عبارة عن narrow band FM signal اللي هي هون، دخلنا الـ narrow band FM signal على الـ frequency multiplier، فالـ input signal حتكون عبارة عن narrow band FM signal اللي هي هاي narrow band FM signal، بس أدخلها على non-linear device. الـ output signal من الـ non-linear device حتكون constant معين مضروب في الـ input signal مرفوع على الـ power n، فهون هاي بنرفعها للـ a بنرفعها للـ power n، والكوساين بنرفعها للـ power n. ماشي. هلا السيجنال اللي طالعة من الـ non-linear device هاي رح نعمل بعض الـ نستخدم بعض الايدنتيتيز عشان نبسط السيجنال اللي طالعه من النون لينير ديفايس. هاي السيجنال اللي هي اي اوت. هلا بعد ما استخدمنا العلاقات بيطلع عندي الاوتبوت سيجنال من النون لينير ديفايس. بقدر يعني اذا كانت الان بتساوي 2 فانه الاوتبوت سيجنال من النون لينير ديفايس حتكون بهذا الشكل. ماشي. فالسيجنال هاي تحتوي على جزئين، عندي دي سي وعندي هون اللي هو كوساين. دي سي نقدر نخلص منه عن طريق الباند باس فلتر، فالسيجنال اللي طالعة من الباند باس فلتر هي الجزء هذا فقط. ماشي. عشان هيك عندنا الباند باس فلتر في هذا الجزء. اوكي. فإحنا خلاص يعني بدنا نعرف إنه شو يعني ليش فصلنا هون إنه جوا الفريكوانسي مالتبلاير عندي هذا البلاك وعندي هذا البلاك عشان نشوف شو اللي بيصير فعلياً. فبدنا نعرف إنه خلاص إنه بدنا نعرف إنه أي سيجنال تدخل على الفريكوانسي مالتبلاير بس تطلع السنتر فريكوانسي تبع هذا السيجنال بيكون مضروب بأن. فهون الانبوت سيجنال كانت عندي نارو باند اف ان مسنتر على الاف سي فريكوانسي، لما طلعت من الفريكوانسي مالتيبلاير صارت مسنتر على الان اف سي. اوكي. فكان ضربنا السنتر فريكوانسي بقيمه الان. اذا عندي سيجنال معين اللي هي نارو باند اف ام سيجنال كانت مسنترة على الـ FC centered at F sub C، وقيمة البيتا المودوليشن اندكس إلى قيمة معينة. مودوليشن اندكس بيساوي بيتا. هلا هاي السيجنال بندخلها على اللي هو الفريكونسي multiplier، الاوردر له n، فانه الاوتبوت سيجنال بتصير سنترد على سنترد ات n في الاف سي. ففعليا السنتر فريكوانسي كان على الاف سي، لما دخلت السيجنال على الفريكوانسي multiplier صار مسنتر على ال n اف سي، ضربنا السنتر فريكونسي بقيمة الان. وبرضو عندنا المودوليشن اندكس صار ايش بيساوي ان في البيتا. في المودوليشن اندكس في الاوتبوت سيجنال صار عبارة عن المودوليشن اندكس على الانبوت مضروب في الان. اوكي. وعندنا ايضا اذا كان عندي البيك فريكونسي ديفيشن على الانبوت سيجنال بيساوي دلتا اف، فانه البيك فريكوانسي ديفيشن على الاوتبوت بدي اسميه دلتا اف برايم، حيساوي ان مضروبه في الدلتا اف اللي هي على الانبوت. فاذا سنتر فريكوانسي والمودوليشن اندكس والبيك فريكوانسي ديفيشن كلهم بضربهم بان على الاوتبوت سيجنال للفريكوانسي مالتيبلاير. طبعا المسج سيجنال فريكوانسي اللي هو الاف صب ام اللي هو الفريكوانسي للمسج سيجنال او الفريكوانسي للانفورميشن سيجنال ما بينضرب بان، وبضله زي ما هو سواء على الانبوت يعني على الانبوت للفريكوانسي مالتي بلاير
والاوتبوت للفريكونسي مالتي بلاير قيمه الاف ام بتضلها ثابته، ما بنضربها في ان. طيب هلا الهدف انا لما اجي هون عندي على السيركت هاي اللي بتعمل لي جنريشن للوايد باند اف ام، قلنا الخطوه الاولى اني بالاول اعمل جنريشن للنارو باند اف ام وبعدين اعمل جنريشن للوايد باند اف ام، وكان هذا من خلال انه النارو باند اف ام هون بتكون سنتر عند الاف سي، والبيتا لها قيمه معينه والدلتا اف لها قيمه معينه. هلا بس ندخلها على الفريكونسي مالتي بلاير، قلنا السنتر فريكونسي كان عند الاف سي صار مسنتر عند الان اف سي، والمودوليشن اندكس صار قيمته ان في بيتا، والبيك فريكونسي ديفيشن صار قيمته ان في دلتا اف. ماشي. هلا الهدف انا لما بدخل السيجنال على الفريكونسي مالتي بلاير، هدف اني ازيد قيمه المودوليشن اندكس، مودوليشن اندكس بدل ما يكون بيتا يصير ان بيتا، وازيد قيمه البيك فريكونسي ديفيشن بدل ما يكون دلتا اف يصير ان في دلتا اف. هذا الهدف، لكن مش ليس من الهدف عندي انه ازيد قيمه السنتر فريكونسي من اف سي لان اف سي، ما بدي ارفع قيمه السنتر فريكونسي لقيمه عاليه جدا. احيانا قيمه او يعني الاوردر للفريكونسي مالتي بلاير بيكون رقم كبير، مثلا ممكن الان بتساوي 100، فاذا انا يعني اوكي فانا بدي ارفع قيمه المودوليشن اندكس من قيمه قليله لقيمه كبيره فبضربها ب 100، ونفس الشيء البيك فريكونسي ديفيشن بدي ارفعه من قيمه صغيره ل قيمه كبيره، لكن ما بدي ارفع السنتر فريكونسي من اف سي ل 100 اف سي، ما بدي. فلانه كل ما زي يعني ليش ما بدي ارفعه؟ لانه كل ما رفعت قيمه السنتر فريكونسي بتصير الكومبلكسيتي بتزيد يعني في التعامل مع الوايد باند اف ام سيجنال، البروسيسنج تبعها بصير اصعب، فما بدي انا ارفع السنتر فريكونسي. لكن بنلاحظ انه الفريكونسي مالتي بلاير بيرفع كل شيء، بيرفع المودوليشن اندكس، بيرفع البيك فريكونسي ديفيشن، وبيرفع السنتر فريكونسي. فعشان انزل السنتر فريكونسي بدخل السيجنال كلها على فريكونسي كونفرتر، هذا بسميه اللي هون عندي البلوك اللي جوا الخط المنقط، هذا بنسميه فريكونسي كونفرتر، والهدف منه انه ينزل لي السنتر فريكونسي من ان اف سي لقيمه معينه انا بدي اياها. ماشي. فجوا الفريكونسي كونفرتر فعليا في عندي بضرب الوايد باند سيجنال اللي جايتني من الفريكونسي مالتي بلاير، بضربها بكوساين سيجنال جايتني من لوكال اوسيليتر. ماشي. حاصل ضرب التو سيجنالز، راح نشوف هسه شو بصير حاصل الضرب. راح نلاحظ انه حاصل ضرب التو سيجنالز ما راح يغير لي بالمودوليشن اندكس ولا بالبيك فريكونسي ديفيشن، لكن راح يغير لي بالسنتر فريكونسي. ماشي. طيب هون اذا بعد ما دخلت السيجنال على فريكونسي كونفرتر، الاوتبوت سيجنال من فريكونسي كونفرتر حتكون عباره عن هذا الفاكتور سمول a مضروبه في كابيتال a تو ذا باور n اوفر 2 مضروبه في كوساين. كوساين هذا فيه جزئين، الجزء هذا والجزء هذا. الجزء هذا اللي هو عباره عن الفرق بين ال NFC والفريكونسي لللوكال اوسيليتر، فانا بختار يعني بختار قيمة الفريكونسي لللوكال اوسيليتر بحيث انه انزل ال NFC للقيمة اللي بدي اياها. مثلا يعني لو كانت على سبيل المثال، لو كانت مثلا ال NFC بتساوي فرضا بتساوي 1 ميجا، مثلا 1 ميجا هرتز، فبدي انزل انا ال NFC بديش اخليها 1 ميجا هرتز، بدي اخليها مثلا 0.1 ميجا هرتز. اوكي، يعني بدي اخليها 100 كيلو. في هاي الحاله بختار الفريكونسي لللوكال اوسيليتر، بعمل تيونينج بحيث انه اعمل الفريكونسي لللوكال اوسيليتر بانها تساوي مثلا 0.9
ميجا هيرتز. اوكي، فبهاي الحالة الفرق بينهم، الفرق بين الـ NFC واللوكال اوسيليتر فريكونسي، حيرجع لي السنتر فريكونسي، حينزل لي من 1 ميجا هيرتز لايش؟ ل 0.1 ميجا هيرتز. اوكي، فهون السنتر فريكونسي للاوتبوت من الفريكونسي كونفرتر، تم تعديل السنتر فريكونسي للقيمه اللي انا بدي اياها. طيب، لكن هون بنلاحظ انه الموديوليشن اندكس هذا الجزء ما تغير ابدا ولا تاثر بانه مر خلال فريكونسي كونفرتر. الفريكونسي كونفرتر فقط بغير لي هذا الجزء من الوايد باند سيجنال، لكنه ما بياثر على هذا الجزء، وهذا الجزء اللي هو فيه طبعا اللي بيتحكم بالموديوليشن اندكس. فالموديوليشن اندكس على الانبوت للفريكونسي كونفرتر كان بيساوي ان بيتا، وعلى الاوتبوت للفريكونسي كونفرتر ظل قيمته الموديوليشن اندكس ان بيتا. اوكي، فالخلاصه انه على الاوتبوت للفريكونسي كونفرتر فعليا السنتر فريكونسي للسيجنال هو ان اف سي ماينس اف لوكال اوسيليتر، والموديوليشن اندكس هو ان بيتا، والبيك فريكونسي ديفيشن هو ان في دلتا اف. ماشي، وطبعا بعد الفريكونسي كونفرتر عندنا باند باس فلتر، هذا الباند باس فلتر مسنتر عند هاي القيمه اللي هي الان اف سي ماينس الاف لوكال اوسيليتر. اوكي، هيك بنكون عملنا جنريشن لوايد باند اف ام سيجنال بطريقه غير مباشره، اللي هي عن طريق بالاول اني اعمل جنريشن لنارو باند اف ام سيجنال، بعدين احولها لوايد باند اف ام سيجنال. وهاي الوايد باند اف ام سيجنال بكون الموديوليشن اندكس لها بيساوي ان بيتا، لكن سنتر فريكونسي انا بتحكم فيه حسب قيمه الكارير اللي بتناسبني. فالوايد باند اف ام سيجنال الشرط فيها انه البيتا تكون قيمة معينة، مش قيمة صغيرة، يعني مش قيمة البيتا اللي أقل أو تساوي 0.2. هون قيمة الموديوليشن اندكس كبيرة، ماشي، لكن ما لناش دخل بالسنتر فريكونسي، مش ضروري السنتر فريكونسي في الوايد باند اف ام يكون مسنتر على الان اف سي، ممكن يكون مسنتر على أي قيمة. طيب، إذن هذا باختصار بالنسبة للـ indirect method of generating الـ wideband FM signal. طيب، هلأ عندنا هون example بيقول لي a given angle modulated signal has a peak frequency deviation of 20 Hz for an input sinusoid of unit amplitude and a frequency of 100 Hz. Determine the required frequency multiplication factor اللي هو الـ N to produce a signal of modulation index بتساوي 4. فإذا معطيني إنه angle modulated signal، خلينا نفترض إنه هي FM signal، وهاي الـ FM signal إذا عندي FM signal الـ peak frequency deviation إلها بتساوي 20 هرتز. peak frequency deviation عبارة عن 20 هرتز، و for an input sinusoid of unit amplitude and a frequency of 100 هرتز. فإذا عندي هذا الوصف للـ f of t للمسج سيجنال، قال لي إنها بتساوي a كوساين الأوميجا صب m t، وقال لي إنه الـ a اللي هي الـ amplitude بتساوي 1، والفريكونسي عبارة عن 100 هرتز. أوكي، 2 باي في 100. فعندي إذن الـ FM قيمتها 100 هرتز. أوكي، فإذا جينا نحسب يا شباب لهاي الـ FM سيجنال، جينا نحسب البيتا إلها، شو بتساوي البيتا؟ الدلتا F على الـ FM. الدلتا F بتساوي 20 هرتز، والاف ام بتساوي 100. فعندي البيتا بتساوي 0.2، وهي ال 0.2 للبيتا هي قيمه قليله، وهي السيجنال بتطلع عندي عباره عن نارو باند اف ام سيجنال. ماشي، نارو باند اف ام لانه قيمه البيتا بتساوي 0.2. طيب،
هلا بدنا نعمل جنريشن لها وايد باند اف ام سيجنال. هاي السيجنال بدنا ندخلها على فريكوانسي مالتيبلاير، اذا هي نارو باند اف ام، بدنا ندخلها على فريكوانسي مالتيبلاير. الاوردر له ان، ماشي، عشان نحول قيمة الموديوليشن اندكس على الاوتبوت تصير 4، فبدنا البيتا على الاوتبوت تصير قيمتها 4، وبالتالي احول النارو باند اف ام ل وايد باند اف ام سيجنال. فالبيتا هون على الانبوت سايد حسبناها طلعت 0.2، اذا البيتا هون بتساوي 0.2، ماشي. البيتا على الاوتبوت للفريكوانسي مالتي بلاير لازم تكون قيمتها ان بيتا، ماشي. اذا الان بيتا هون عندي عفوا الموديوليشن اندكس على الانبوت كان بيساوي 0.2، بدنا الموديوليشن اندكس على الاوتبوت للفريكوانسي مالتي بلاير يساوي 4، ماشي. فعشان نفس الشيء هون الدلتا اف اللي هي بيك فريكوانسي ديفيشن هون على الانبوت كانت بتساوي 20، ولما ندخل السيجنال النارو باند اف ام سيجنال على الفريكوانسي مالتي بلاير الاوتبوت بيك فريكوانسي ديفيشن لازم يصير قيمته ان دلتا اف، ماشي. فالمطلوب انه نحسب قيمه الان للفريكوانسي مالتي بلاير بحيث انه الاوتبوت موديوليشن اندكس يكون قيمته 4، ماشي. اذا بدنا نحسب قيمه الان، ففعليا انا عندي الاوتبوت موديوليشن اندكس الان بيتا بتساوي 4، البيتا حسبناها كم بتساوي على الانبوت اللي هي 0.2، فعندي الان في ال 0.2 بتساوي 4، فالان بتساوي ايش؟ ال 4 على ال 0.2، ماشي، واللي هي ايش بتساوي؟ 20. فاذا قيمه ال او الاوردر للفريكوانسي مالتيبلاير بيساوي 20، وبالتالي من هون الاوتبوت موديوليشن اندكس صار بيساوي 20 في الانبوت موديوليشن اندكس. ونفس الشيء لو حسبنا البيك فريكوانسي ديفيشن اللي هو الدلتا اف حيكون عباره عن الدلتا اف على الانبوت مضروب في 20، فالدلتا اف ان دلتا اف حتساوي ايش؟ 20 في 20، وحتساوي اللي هي 400 هيرتز. اذا هاي الدلتا اف على الاوتبوت للفريكوانسي مالتي بلاير. طيب اذا هون حسبنا قيمه الان، وكمان حسبنا قيمه الدلتا اف على الاوتبوت. طيب عندي هون اكزامبل ثاني بيتعامل. اذا الاكزامبل الاول هو لان اول شيء اعمل جنريشن لنارو باند اف ام، بعدين ادخلها على فريكوانسي مالتي بلاير واحصل الوايد باند اف ام اللي هي الاندايركت ميثود. الطريقه الثانيه هون او الاكزامبل الثاني هو يعني سؤال بيتعلق بالدايركت ميثود اوف جنريتنج الاف ام سيجنالز، واللي هو زي ما هو عندنا هون اللي هي السيركت تبعت الفي سي او، ماشي. ففي عندي هون على الانبوت سايد اللي هي المسج سيجنال، وعلى الاوتبوت سايد هو عبارة عن ساينوسويد الفريكوانسي تبعه بيتناسب مع الانبوت مسج سيجنال. فهون عندي الاكزامبل بيقول لي انه الانبوت مسج سيجنال اللي هي الاف اوف تي بتساوي 10 كوساين الالف تي، وعندي الكي نود اللي هو الكونستانت او الموديليشن فاكتور تبع السيركت هو فالكي نود عندي بتساوي 10 to minus 9، اوكي. فالمطلوب مني احسب الاوتبوت فريكوانسي، اوتبوت فريكوانسي للساينوسويد ما يتناسب مع الانبوت سيجنال. فعندي هون الاوتبوت فريكوانسي حسب المعادله هاي، الاوتبوت فريكوانسي للفي سي او علاقته بالانبوت سيجنال كالتالي. عندي الاف سي في 1 ماينس كي نود على 2 سي نود في الاف اوف تي. فهون انا بعوض الكي نود معطيني اياها 10 تو ماينس 9، والسي نود معطيني اياها معطيني اياها اللي هي 14 مايكرو فيراد، يعني 14 ولا مش 14، 4 اعتقد انه 4، هون في خربطه بالهذا، فهي 4
ماشي 4 مايكروفيراد، فهون بنعوض هون بنعوض. فإذا الكي نود 10 تو ماينس 9، وعندي السي نود بتساوي 4 تايمز 10 تو ماينس 6. أوكي، فهون صار في عندي علاقة بين طبعا الاف سي، الاف سي بنلاقيها بنطلعها من المعادلة هاي. هاي أول إشي معادلة الـ Fc اللي هي 1/2 باي في السكوير روت لـ سي نود في في عش في السي نود في في الـ L نود. أوكي، إذا هاي الـ Fc 1/2 باي السكوير روت أوف سي نود، واحد على 2 باي في السكوير روت أوف سي نود مضروبة في ال نود، هي هيك حسبنا الاف سي. بعدين حطينا الانستانتينيوس اوتبوت فريكوانسي علاقتها بالاف سي اللي هي اف سي في 1 ماينس كي نود على 2 سي نود اف اوف تي. ماشي، عوضنا هون هاي الفريكوانسي الاوتبوت فريكوانسي بالهيرتز، وهاي الاوتبوت فريكوانسي بالراديوس بير سكند، فنفس الشيء نفس المعادله بس بنضرب 2 باي. فهون عندنا طلعنا الانستانتينيوس فريكوانسي اللي طالع من السيركت، واللي هو صار عندنا بهذا الشكل، واللي هو يعني تربطه علاقة مباشرة مع الانبوت مسج سيجنال. وهون صارت عندنا الانستانتينيوس اوتبوت فريكوانسي هي بتساوي هذا الاشي. ماشي، then هاي الـ instantaneous output frequency of the sinusoid، فبتساوي 5 × 10^6 اللي هو هذا الأوميجا سي ماينس هذا الرقم في الـ F of T. هذا الرقم طبعا بنسميه إيش؟ لما نعوض بالـ F of T، الـ F of T بتساوي 10 في كوساين اللي هو 10 في كوساين إيش؟ 10 في كوساين الألف تي. أوكي، الأف أوف تي هي عبارة عن 10 في كوساين الألف تي، من ألف تي. فالماكسيموم للكوساين هون إيش عندي؟ 1. فبصير عندي لما تكون الأف أوف تي هون عندي أو تكون الكوساين بتساوي 1، فإنه بتصير الأوميجا صب أي أوف تي بتساوي اللي هي الأوميجا سي ماينس 6/2 × 5 في 10 اللي هو 6250. هذا بنسميه هاي الماكسيمم فاليو اللي فيها سايد باند بيبعد عن السنتر فريكوانسي عن الأوميجا سي. هاي الماكسيمم فاليو بسميها البيك فريكوانسي ديفيشن. فالست آلاف ومئتين وخمسين هاي بسميها البيك فريكوانسي ديفيشن. فالدلتا أوميجا بحسبها متى؟ لما بعطي الكوساين قيمة 1، فبشوف بشوف شو الرقم اللي بينتج لما أعوض الكوساين بواحد، وهون بيكون عندي اللي هو البيك فريكونسي ديفيشن. طيب، بعد ما طلعنا الأوميجا الانستانتينيوس أوتبوت فريكونسي بهاي المعادلة اللي هي عبارة عن أوميجا سي ماينس 625 في الأف أوف تي، في هاي الحالة لما عوضنا وكان الـ F of T صارت المعادلة تبعت الانستانتينيوس فريكونسي بهذا الشكل اللي هي بدلالة الكوساين. هلا بعدين بعد ما طلعنا الانستانتينيوس فريكونسي للسيجنال حسبنا الفيز اللي هو عن طريق انه كاملنا الانستانتينيوس فريكونسي. فلما كاملنا صارت عندي السيجنال بهذا الشكل، وبالتالي حسبنا البيتا. في هاي الحالة البيتا هي معامل الساين، لما أجي أحسب الفيز أنجل بتكون بدلالة الساين، فمعامل الساين بتكون هاي قيمة البيتا، ماشي، اللي هي 6 ستة وخمسة وعشرين.
اوكي 6.25، واللي هي بقدر كمان احسبها بطريقه اللي هي الدلتا اوميجا على الاوميجا ام. الدلتا اوميجا قلنا هي 6250، والاوميجا ام اللي هي الفريكونسي للمسج سيجنال واللي هي كانت عندنا ال1000 هون، ماشي؟ فمن هون تطلع عندي قيمه البيتا اللي هي 6.25. اوكي طيب، هلا نيجي نحكي عن بشكل سريع عن الديموديوليشن للاف ام سيجنالز. هلا في موضوع الديموديوليشن للاف ام سيجنالز، يعني الديموديوليتر هو اللي على الريسيفر سايد فعليا هو عباره عن سيركت. هاي السيركت بتستقبل السيجنال اللي هي الاف ام سيجنال، ماشي؟ هاي هون عندنا الديموديوليتر FM demodulator تستقبل ال FM signal وبيطلع يعني ال input إلها ال FM signal وال output إلها هو عبارة عن ال F of T ال message signal، ماشي؟ فعليا هذا ال FM demodulator أهم ما يميزه اللي هو هون عندي أنا ال FM signal هي عبارة عن ال phi FM، الصيغة العامة إلها هي عبارة عن ال A cosine أوميجا سي تي بلس بيتا ساين أوميجا إم تي، أو اللي هو خليها بدلالة الصيغة العامة اللي هي ال كي صب إف بالإنتيجرال ل الإف أوف تاو دي تاو من صفر لتي. فهاي الصيغة العامة للاف ام سيجنال، هاي بتيجيني على الانبوت للديموديوليتر. الهدف من الديموديوليتر انه يطلع لي الاف اوف تي، فهو فعليا بده يطلع لي الاف اوف تي اللي جوا الزاوية تبعت الكوساين، بده يطلعها بدل ما تكون جوا الكوساين تكون برا. اوكي، فالسمبلست اف ام ديموديوليتر هو فعليا عبارة عن ايش؟ عبارة عن ديفرنشيتور. differentiator هو الطريقة اللي بتطلع لي المعلومات اللي بتخص الـ f of t هي جوا الكوساين، جوا الزاوية. فعشان أطلعها برا الكوساين بشتق، ماشي؟ فالdifferentiator هو simplest fm signal اللي عفوا simplest fm demodulator اللي بتطلع لي المسج سيجنال من داخل الارجيومنت تبع الكوساين لتصير برا الكوساين، ماشي؟ فنيجي هون عندنا نشوف ال طبعا الديفرنشيتر له اسم ثاني اللي هو ديسكريمينيتور، ماشي؟ والترانسفير فانكشن للديفرنشيتر اللي هو طبعا بالتايم دومين دي باي دي تي اللي هو مشتقه، لكنه بالفريكونسي دومين هو عباره عن الترانسفير فانكشن له هو جي اوميجا، ماشي؟ اذا ال h of t للديفرنشيتر بالتايم دومين هو d by dt، لكنه بالفريكونسي دومين عرفنا انه المشتقه في التايم دومين بيقابلها j اوميجا في الفريكونسي دومين، ماشي؟ طيب، فاذا عندي ال fm signal قلنا صيغتها العامه هي كالتالي، ال f of t هي جوا الكوساين، لما اشتقها بنطلع بنطلع الارجيومنت تبع الكوساين لبرا وبنشتقه، فبصير عندي المشتقه هي عباره عن الماينس، هون اجت من الساين، مشتقه الكوساين هي ماينس ساين، وعندنا الارجيومنت تبع الكوساين كمان بنحطه بنشتقه، فبصير اوميجا سي تي بتصير اوميجا سي، والانتجريشن بيروح بتصير عندي كي اف في اف اوف تي، والكوساين مشتقتها بتصير ساين، فهذا الاوتبوت من الديفرنشيتر. فهون بهاي الحاله قدرنا نوصل للإشي اللي بندور عليه، هو ان نطلع الاف اوف تي من جوا الكوساين، وصارت هون معامل للساين، صارت برا الارجيومنت، وبالتالي هون صارت السيجنال اللي بين ايدي هي بتشبه الدبل سايد باند لارج كارير سيجنال. عندي دي سي فاليو زائد السيجنال، ما
مضروبة في ساين على كارير فريكونسي، فهاي طبعا سيجنال كونها بتشبه الصيغة العاملة الدبل سايد باند لارج كارير سيجنال، فبقدر أنا أتخلص من ال بقدر أتخلص من الدي سي فاليو عن طريق إني أدخل، أو قبل ما أتخلص من الدي سي فاليو بقدر أتخلص من الساين هون عن طريق إني أدخل هاي السيجنال كلها دي فاي باي دي تي، أدخلها على انفلوب ديتكتر. الاوتبوت للانفلوب ديتكتر حتكون المعامل فقط، معامل الساين. بنلاحظ انه الاوتبوت للانفلوب ديتكتر فيه تو كومبوننتس، فيه دي سي كومبوننت وفيه الكومبوننت اللي فيه الاف اوف تي. فعشان اتخلص من الدي سي كومبوننت بعمل زي ما كنا نعمل باللارج كارير ديتكشن، بندخل السيجنال هاي على اي سي كابلر فبيتخلص لي من الدي سي كومبوننت، بطلع لي فقط الكومبوننت هذا اللي هو فقط الكومبوننت اللي فيه الاف اوف تي. ماشي، فهيك ببساطه من خلال اذا استخدام ديفرنشيتر وبعدين انفلوب ديتكشن وبعدين اللي هو اي سي كوبلر قدرنا نسترجع الاوريجينال سيجنال. ماشي، فبعد الاي سي كوبلر بضل عندي فقط هذا الكومبوننت عباره عن فاكتور معين مضروب في الاف اوف تي، وهذا الفاكتور طبعا بسهوله بنقدر يعني نعكس اثره بان ندخل الكي اف في الاف اوف تي، ندخلها على اللي هو امبليفاير. ماشي، هيك بنكون يا شباب كملنا تشابتر 6 اللي هو بيتعلق بالانجل موديوليشن والاف ام موديوليشن بشكل اساسي. نوقف هون ان شاء الله، وبدي اخبركم انه نهايه الاسبوع هذا ان شاء الله راح يكون عندنا كويز بماده تشابتر 6 ان شاء الله، على الاغلب الخميس او الجمعه الجايين راح يكون عندنا كويز بماده تشابتر 6. اوكي، طيب السلام عليكم، نشوفكم الثلاثة إن شاء الله. السلام عليكم.